هذه المرأة هي أم لإحدى شهداء الحرب التي دارت رحاها قبل 3 سنوات في العاصمة المؤقتة عدن. سلب رعاة الموت ابنها الحق في الحياة، وتأخرت الجهات المعنية بتقديم تعويض مادي يخفف عنها شقاء الحياة ويسندها في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة. ابني الله يرحمه هو اللي كان ماسك الأسرة، وأنا مكلف يعني متأرملة من زمان، أنا اللي ربت عيالي وهو اللي كان يشكي عليا وماسك البيت ده. وبعد طول انتظار أخيرا تم تدشين صرف مرتبات شهرين لأسر الجرحى والشهداء في المعهد المهني في مديرية المنصورة. الراتب اللي استلمه حق ابني الله يرحمه أروح ثاني أسلمه يعني ديون، ويعني وشغلي على باب الله حتى ما أجي يعني أتقلع بمرقدش. أمام انزعاج وشكاوى الأسر بسبب المسافات البعيدة التي يقطعونها لتنتظرهم الطوابير الطويلة التي يقفون بها وتلسعهم صياط أشعة شمس مدينة عدن الحارة، قدمت وعود بتوزيع استمارات واتباع آلية للترقيم بما يسهل عملية تسلم المرتبات على أسر الشهداء والجرحى. قمنا بتوزيع أيضا استمارة مخصصة بفتح حساب بنكي لكل أسرة شهيد لكي يتم بالأشهر القادمة إرسال مرتباتهم إلى البنك مباشرة دون كلل ودون تعب من أسر الشهداء. وأثيرت تساؤلات، ماذا عن أعوام مضت ولم يسلم خلالها أسر الشهداء والجرحى أي تعويض؟ فهل ستصرف لهم بأثر الرجعي أو أن اليوم يجب ما قبله؟ حنين جمال، بلقيس، عدن.